شرف لا والو انا يلا دوي معايا دابا انا اللي تشوكيت فيه وهاد وحشبان انا اللي غادي نعطي حسابه دابا غادي نوريك كارت زواجي سكاني في بورطال مراد. السلام عليكم. المسرحيه ديال بوحجبان هذه نسخه ديال مسرح الشارع، لان كاينه نسخه تاع مسرح القاعه، هي من اقتباس خالد ديدان عن مسرحيه الدب لتشيكوف. تشخيص حسن مكياس وكاينه درابيل محمد بن الغازي و سناء تازي، دراماتورجيا واخراج عبد ربه. وحنا بالنسبه لمسرح الشارع درنا رؤيه اخرى، لان الاحداث في القاعه احداث اصليه كدوز في الدار، باش ندوزوها في مسرح الشارع دوزناها في مقبره، لانه المرحوم في المسرحيه الاصليه تيكون حاضر من خلال الصوره ديالو، يعني والالبوم ديالو، يعني الزوجه ديالو ما كتنساش ديما كتشوف الصوره ديالو، يعني اذا هو حاضر في المسرحيه واخا هو مرحوم ولكن موجود. الرؤيه ديالنا احنا في مسرح الشارع هو انه درنا حاضر بمكان ديال القبر ديالو، وهنا خليناه يعني كشبح باش يكون انه حاضر، وخدينا من التراث الشفهي والحكايه القديمه كنسمعوها سميتو على بغلة الروضه، وحنا عندنا بغل الروضه لانه كان انسان زهواني في حياته، ومن اللي مات بقى تيقلب على بغلة الروضه. ما هجانا جيت نرحم على المرحوم اليوم، جيت نجري قاصد الروضه غابت فيها لي طرق في باب الروضه، قالت احنا نصيفكم. وفهمتي دابا مدام؟ ما فهمت والو. وتعودوا 50 الف. انا كنصيف 500 الف. وكتهضر الراجل. راجلي الله يخليك، ها هو خطاك بينك وبينو. بيني وبينو؟ بالنسبه للتدريب فهو اصلا انه عندنا النص هو محفوظ، كانت بعض التغييرات والتعديلات على حسب كما قلت سابقا، على حسب المكان، على حسب الاحداث، على حسب اشنو كيطلب هاد بوحجبان. كان كيطلب في القاعه كان كيطلب الدار، دابا في مسرح الشارع كيطلب ليركاب، يعني ولكن ماشي سهله باش نعطيو مسرحيه في الخارج، يعني في الفضاء الخارجي راه شي حاجه ماشي سهله، لانه ضروري من الناس اللي كتفرج انها تفهم الموضوع وتعطيه خطاب كذلك. مسرحيه بوحجبان وهي من اقتباس خالد ديدان واخراج ودراماتورجيا عز الخلفي، مشاركه مجموعه من الفنانين، الفنانتين الموقعتين نجمه سكينه درابيل وسناء التازي وعبد ربي. انا اشارك في هذه المسرحيه في دور بوحجبان، وهو شخصيه تحمل ما تحمل من رمزية، خصوصا لرجل له موقف متشدد من النساء والتعامل مع النساء، وتشاء الصدف أن يتعامل مع امرأة فقدت زوجها الذي كان مدينا لبوحجبان مثل الدور ديالي أنا، وجاء من أجل استخلاص الدين وتنفيذ بنود الاتفاق الموثق، وإذا به يكتشف أن زوجة المرحوم امرأة جميلة امرأة مخلصة، ويسقط في حبالها ويتم يعني بعد مراحل يتم تبادل الإعجاب، وفي آخر المطاف يتم الزواج. وطبعا نحن نزول من خلال هذه المسرحية إلى أن العاطفة الإنسانية يتغلب على والغريزة الإنسانية تغلب على أي تشدد وعلى أي تصور قد يكون خاطئا تجاه هذه الغريزة وتجاه العاطفة. عندي اليوم عرض مسرحي مع فرقة سفر ديال بوحجبان، عرض جديد اللي درناه في إطار مسرح الشارع.
في هذا المهرجان الدوره الثالثه هذه ثاني مره انا كنلعب في هذا المهرجان هذا. سعيده اكيد جدا انني نكون هنايا مع بزاف ديال الفنانين، امثال الحسن مكياس، نعتزي، محمد الغازي وعزيز الخلوفي فرقة سفر كما قلت لك. فالتواجد ديالنا هنايا ثاني مره كيفرحني بزاف انني نتلاقى مع ناس ديال اليوسفيه والحي الصناعي، تقدم حي الانبعاث يعني يعقوب المنصور كله ولا الساكنه ديال الرباط كامله. فاكيد فرحانه انني نكون في هذا المهرجان هذا. كانت دوري هكا جيت موكا وكتنيرش عليها باش طيحيها من فوق السلوكه. فيما يتعلق بمسرحية بوحجبان طبعا هي مقتبسة عن مسرحية الدب لأنطوان تشيكوف الروسي الكاتب الروسي. طبعا الإخوان اللي اشتغلوا عليها بمنظور مغربي بعقلية مغربية بشكل مغربي. طبعا كتحدث على واحد الأرملة اللي توفت الزوج ديالها، ولكن جاء واحد البقال كان حداهم كيسال الرجل على الفلوس، وملي توفى الرجل جا كيطالب بحقه يعني يسترجع حقه، والا ياخذ السياره اللي خلى الرجل. وهي داخله في واحد النوعيه ديال المسرح ديال الفودفيل ديال شويه ديال الحركه ديال السخريه ديال الضحك ديال المرح ديال الفرجه بشكل عام، اعتبارا الى ان المسرح طبعا ديال الفرجه والا لن يكون مسرحا. كنظن هادشي اللي عندي ما نقول فيما يتعلق بالدور ديالي هو دور المرحوم، دور المرحوم زوج طبعا الأرملة اللي بشكل مغاير أو بتقنية جديدة درنا شوية العبث وجعلنا الميت يتحدث، ولو أنه كان يتحدث يعني في ضمير الآخر، ولأني لعبنا شوية بالعبث في هذا العمل واستطعنا أننا نكلمه أو نجعله المرحوم يتحدث.